أهلا وسهلا فيكم مع حلقة جديدة من رجع توكينج لايف. أجين اليوم بدنا نحكي على موضوع العائلة ووضعنا مع الفيروس كورونا. الناس بتضلها بتقلي أنت بتضلي بتحكي على الأولاد، بتحكي على الأمهات، بتحكي على العائلة وما بتحكي على الرجال. سو اليوم احنا بدنا نحكي جست لكم دقيقة على الرجال. انا عارفة انه كأبهات الوضع صعب كتير عليكم. نمبر 1 اذا انتو بتشتغلوا وكل يوم تطلعوا برا البيت، هلأ all of a sudden كنت تقعدوا وتضلوا قاعدين طول الوقت 24 ساعة بالبيت والولاد وصراخهم ونط وروحة وجينة وقلق على المصاريف على الشغل. فالله بعينكم، أنا عارفة الوضع منه سهل أبدا على أي حدا وخاصة على الرجال وخاصة رجالنا العرب كمان، إذا هم اللي بيشتغلوا وهم اللي بعيلوا الأسرة، وإذا الأم في الوقت الحالي هي ما عم تشتغل. سو بهذا الوقت بدنا نطول بالنا كتير. أنا دايما بحكي نطول بالنا كأبهات وأمهات، كمان أنا بحكي إنه لازم نطول بالنا زيادة بهذا الوقت الصعب، وخاصة للرجال لأنه منن معودين يقعدوا بالبيت مع الأولاد طول الوقت، بدها صبر كتير وبدها تكون حبالنا طويلة على الآخر. كمان مش بس الأولاد، كمان الزوجة بصير في كتير إنه قاعد الواحد بوجه بعض 24 ساعة. فبدنا نلاقي طرق وحلول إنه إحنا دايما نحكي مع بعض، نلاقي communication طريقة للتواصل اللي ما تخلق مشاكل كتيرة، لأنه التوتر هلأ عالي برا وجوا البيت. الأب متوتر، حضرتك متوتر، وهي متوترة، والأولاد طبعا بنطوا وبدهم احتياجاتهم، والواحد لما يكون هو تعبان ومعصب ومتضايق ومش عارف كيف بده، إذا عايش حيشتغل ما حيشتغل. أنا بعرف كتير من الأهالي اللي أنا بشتغل معهم الإميجرنس بيشتغلوا قاعدين مثلا أوبر، ويمكن هلأ ما بيقدروا يشتغلوا أوبر، ما فيهم يدفعوا مصاريفهم. فالوضع أنا عارفة إنه صعب، بس بالمقابل إحنا لازم نكون بالنا طويل ونطول بالنا على زوجاتنا على أولادنا، ونعتبر هذا الوقت وقت إنه إحنا نبني علاقات قوية مع زوجاتنا ومع أولادنا. لأنه بزخم الحياة خاصة عنا بكندا، الواحد لما بيطلع من مثلا الساعة 6 الصبح ليرجع للستة 7 بالليل، ويدوب يحضر أكل، يطعمي أولاده، يجلي، يروح ينام، خلص الست بتكون تعبانة وخلصانة، والرجال كمان بيكون تعبان من كتر الشغل، من كتر السواقة بالرش أور ومشاكل الحياة كلياتها. فعشان هيك بوث الرجال والستات بدهم يكون بالهم طويل هلأ، بدهم يحاولوا مايبي يقعدوا يتعرفوا على بعض مرة تانية، لأنه بزخم الحياة هاي وطريقة العيشة تبعتنا بطلنا نصير نعرف بعض، لأنه ما في وقت أصلاً نقعد مع بعض. إذا الإنسان ما عنده وقت يقعد مع حاله، فما بالك يقعد مع البارتنر تبعه أو مع زوجته أو مع أولاده. بس هاي طبيعة الحياة هلأ. فعشان هيك I think إنه إحنا واحدة من فوائد الفيروس كورونا إنه يخلينا نرجع نتواصل مع بعض، خلينا نقعد مع بعض، مش بس نقعد وكل واحد على تليفونه والولاد على البلاي ستيشن ومش عارفة البنت شو بتعمل الولد شو بيعمل، لا كلياتنا نقعد مع بعض كعيلة زي أيام زمان. مش ضروري كل النهار، بس لو أخذنا شوية وقت إنه إحنا نقعد مع بعض ونحكي مع بعض
ونعرف الشخص الثاني شو اللي عم بفكر فيه، بتبطل الكوميونيكيشن والتواصل ايشوز هاي موجودة بين الزوج وزوجته، وبين الزوج والأولاد، الأب والأولاد، الأم والأولاد. فعشان هيك هاي فترة كتير كويسة إنه إحنا نرجع نشد الروابط العائلية تكون قوية بيننا، وإن الله راد ما إحنا راجعين للشغل وراجعين للواحد يلتهي عن الحياة العائلية شوي، لأنه الوقت الوحيد اللي بيقدر يعمله الواحد هذا لما يكون بيشتغل طول الأسبوع، إذا ما بيشتغل كمان الواحد 7 أيام، هو الويكند. والويكند يدوبك، ما انت شايفين الحياة عنا، الواحد يدوب يروح يعمل جروسريز، يعمل الغسيل، يجلي، ينظف، ينظف البيت، لا سمح الله مواعيد، مستشفيات، دكاترة، أطباء. فعشان هيك خلينا ناخد هذا الوقت بريك، بريك من كل شيء، بريك من الحياة، بريك من مشاكلها، بريك من الصعوبات تبعتها. القلق موجود بس خلينا نقلق ونخليه على جنب، كلنا وي تراست انه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حيزبط لنا كل شيء، هو اللي حيرزق لنا كل شيء بيد الله. سو احنا كعباد مفروض انه احنا تو ريلاكس، ناخذ الامور بطريقه سلسه شوي رغم الظرف الصعب، لانه الامور خارجه عن ارادتنا. ولما تكون الأمور خارجة عن إرادتنا والكنترول تبعنا، إحنا إنه نقلق ونتوتر ونعصب ونزعل ونتخانق ما حتحل الأمور أبداً، بالعكس حتعقدها، لأنه حيصير الواحد متوتر أكتر. فخلينا نروق على حالنا شوي، ناخد هيدا الوقت إنه إحنا نلعب مع أولادنا، نتقرب منهم، نتعرف على بعض مرة تانية، نشوف إيش الزوجة بتحب، إيش الزوج بحب، نحكي مع بعض، نتواصل مع بعض. هذا الوقت وقت يعني إجانا من الله للحياة شوية توقف عنا وننسى الحياة اللي برا ونركز على الحياة اللي جوا البيت، نركز على حالنا، نشوف إحنا إيش محتاجين هلأ بحياتنا، على النطاق الشخصي، على النطاق العائلة، على نطاق العلاقة اللي بيننا وبين زوجاتنا وأزواجنا. الحكي هيدا طبعا بيمشي على الجهتين، بس أنا اليوم حبيت أحكي لأنه قالوا لي الناس إنه أنت ما عم تحكي على رجالنا وعلى الأبهات اللي عنا. فالله يرضى عليكم. again دايما بقولها it's just فترة وحتعدي، و what doesn't kill you make you stronger، احنا منقول right، so حنطلع منها اقوى من الاول، وان الله راد بعد ما تعدي هاي الفترة ونقضي عيلة مع العيلة وقت كويس وحلو ومبسوطين وفرحانين مع بعض، بس نرجعوا الأولاد على المدرسة وبصير ترجعوا على الشغل، الأب الأم، وهيدا العلاقات اللي بنيتوها بهاي الفترة حتى لو كانت قصيرة هالثلاث أسابيع اللي قاعدين بالبيت ويمكن الطول، ذن العلاقات هاي يعني ما في شي حيضعفهم، الله راد، وحتكونوا قراب كتير من أولادكم، وإنه تعرفوا هن شو اللي بمرقوا فيه وشو اللي بيصير معهم بحياتهم، وإنه هن حيثقوا فيكم يجوا يحكوا معكم لأنه هلأ عرفوكم زيادة وتعرفتوا على بعض من أول وجديد. فخلينا نعتبر فترة كورونا هاي فترة نقاها للريليشنشيبس وللعلاقات، ونرجع كلياتنا نتعرف على بعض، نتعرف على حالنا، مين إحنا، شو بدنا، نتعرف على البارتنر تبعنا، ونتعرف على أولادنا. وتضلوا دايما بصحة وعافية وتضلوا بخير، وأشوفكم إن شاء الله المرة الجاي مع حلقة جديدة من رجاء توكينج لايف، وأنا دايما موجودة هون لأسمع اقتراحاتكم والكومنتس تبعتكم وأي إشي بتحبوا تسمعوا. Take care. I love you all. الله معكم. مع السلامة. Bye bye.